Amazon? Turn on A51. تم الإعلان عن الآيفون اللي بنفس إمكانيات اللي ب1100 دولار، يعني تقريبا حوالي 22,000 جنيه، ولكن بأقل من 6,000 جنيه، أقل من 400 دولار فقط. على مدار السنين احنا كنا متوقعين الايفون الرخيص اللي هينزل من ابل، لان ابل من فتره طويله تقريبا في 2016 نزلت لنا الايفون اس اي الاولاني. موبايل كان ساعتها بنفس امكانيات الايفون 6S، الموبايل القوي جدا ساعتها، ولكن باقل من نص سعر. ساعتها كان الايفون الغالي جدا عند ابل كان ب 750-800 دولار. دلوقتي الايفون الطبيعي بيبدا من 1000 دولار. انت عايز تجيب الحاجه القليله تجيبها ب 800 يعني. هنا بقى في الايفون اس اي الجديد حطوا لك تقريبا كل حاجه موجوده في ال11 برو وال11 برو ماكس، كل حاجه، معنا كل حاجه، نفس المعالج، نفس الكاميرا الاساسيه، وده طبعا معناه نفس الفيتشرز الاساسيه الموجوده في الكاميرا. عندك سمارت اتش دي ار، عندك 4K 60 فريم، ب 400 دولار ب 6000 جنيه عندك كل الحاجات دي. الموبايل مسجل ضد الميه والاتربه، بيدعم الشحن السريع وكمان الشحن الوايرلس. تقريبا احنا قعدنا فكرنا كده مفيش ولا موبايل في السوق دلوقتي اندرويد، مش اندرويد، ويندوز فون حتى ايا كان هو ايه، مفيش موبايل ب 6000 جنيه بيدعم شحن وايرلس. مفيش موبايل ب 6000 جنيه بيدعم، لا في حاجه بتدعم شحن سريع بصراحه، شاومي بقى عندهم كذا حاجه بتدعم شحن سريع، بس تقريبا مفيش موبايل ب 6000 جنيه بقى ضد المايه والاتربه. بصوا هي مش كل حاجه بامبي قوي كده، في طبعا عيوب موجوده في الايفون ده. اول حاجه الديزاين بتاعه ديزاين موبايل من 15 سنه، يعني مفيش شكل شاشه بالمنظر ده موجود دلوقتي في 2020 خالص. هو بالظبط نفس بادي ايفون 7 وايفون 8، ولكن بامكانيات داخليه محدثه جدا جدا. الحاجات المحدثه دي ناخدهم واحده واحده. المعالج، المعالج ده الاي 13 بايونيك، نفس المعالج الموجود في 11 برو ماكس، نفس المعالج اللي مخلي الموبايل ده صاروخ ويفتح كل حاجه في ثانيه، والموبايل ده فعلا جامد قوي. نفس المعالج ده موجود في الايفون اس اي الجديد. الكاميرا الاساسيه في 11 برو ماكس هي كاميرا 12 ميجا بكسل، نفس الكاميرا 12 ميجا بكسل، فيها اتش دي ار وفيها كل حاجه، هي بس الحاجه الوحيده اللي مش موجوده فيها هي النايت مود. مش مفهوم ليه ابل شالت. وعلى فكره يا جماعه خلوا بالكم عشان في لعب كتير قوي في الكلام من ابل نفسها، بتقول لك الموبايل ده بيدعم الدارك مود. الدارك مود ده هو لما انت تنزل كده وتلاقي الموبايل بعد الساعه 6 بالليل بيعمل لك الابلكيشنز سودا، والواتساب في الخلفيه سودا، والفيسبوك الخلفيه سودا. الدارك مود ده حاجه، والنايت مود اللي في الكاميرا ده حاجه تانية. عشان في لعب كتير قوي في الكلام، وانا نفسي كده انا بقرا مفيش نايت مود. طب ماشي مفيش نايت مود، بعد كده امشي لا في دارك مود. هو انتوا بتهزروا؟ فهو في دارك مود في الموبايل بس مفيش نايت مود في الكاميرا، دي نقطة مهمة. وطبعا بما انها كاميرا واحدة في ظهر الموبايل، فانت هنا ما عندكش وايد انجل كاميرا، ما عندكش زوم ان، لا لا لا، انت عندك كاميرا واحدة بس بتعمل لك الحاجات الحلوة جدا اتش دي ار ومش عارف ايه، بس هي كاميرا واحدة مفيش فيتشرز تانية. الكاميرا الأمامية بس هي اللي قلت شوية، الكاميرا الأمامية كاميرا 7 ميجا بكسل، ما بتدعمش تصوير 4K في الفرونت كاميرا زي ما الايفون 11 برو بيدعم، هي كاميرا 7 ميجا بكسل 1080، فيها بورتريت وفيها الحاجات دي، بس ما فيهاش مثلا الوايد انجل سيلفي اللي هي موجودة في 11 برو الجديد. لما انت تفتح كاميرا اماميه وتدوس على الزرار المينيمايز ده فيعمل لك وايد انجل في الكاميرا الاماميه، الكلام اللي مش موجود في الاس اي الجديد. برضه بما انك ما عندكش في الامام هنا كميه السنسورات الكتير اللي بتيجي في الايفون زي الانفراريد سنسور ومش عارف ايه، فانت هنا ما عندكش فيس اي دي في الاس، انت شغال هنا بالتاتش اي دي، بصمه الصباع، بس الجيل الثاني منها مش الجيل الاولاني، فالجيل الاسرع من بصمه الصباع. وهي عامه دي حاجه حلوه الايام دي، عشان لو انت ملتزم فعلا وبتلبس ماسكات بره البيت، الماسك ما بيشتغلش مع الفيس اي دي، يعني انت طول عمرك كل ما افتح كده يقول لك فيس اي دي مش قريب، فلازم تستنى 5 ثواني وتدخل الباسكود. الاس اي بقى تدخل التاتش اي دي، بس المشكله انك لابس جوانتي برضه، فاللي مش فارقه في حاجه، انت كده مش هتفتح موبايلك يعني. خلينا بقى نبعد شويه عن الامكانيات اللي على الورق دي، وخليني اقول لك الايفون اس اي 2 ده او الاس اي الفيرجن الجديد ده تجيبه امتى لو انت مين تجيبه. خليك عارف في الاول كده ان الاس اي 2 ده موبايل مفروض ان هو فئه اقل شويه من الموبايلات، فما تتوقعش انك هتحصل على كل حاجه، وده اللي اتقال في الفيديو كامكانيات على الورق. هو انت هتحصل على سوفت وير ابديتس لفتره طويله، عشان السوفت وير ابديتس مبنيه اكتر على المعالج اكتر ما هو مبنيه على الموبايل ده رقمه كام في الليسته، عشان كل ما المعالج بتاعك كان قوي كل ما
هو هيقدر يستوعب ويشغل السوفت ويرز والفيتشرز على قدام يعني. فانت هتحصل على سوفت وير ابديت ومكان لوجو ابل نزل بقى في النص زي 11 برو كده، بس الموبايل شكله فعلا قديم قوي. والشاشه برده يا جماعه شاشه 4.7 بوصه، شاشه يعني بيقول عليها اللي هي ايه اي كان ليها اسم كده ابل بتقول عليه ريتنا، شاشه ريتنا ال سي دي ديسبلاي، او بمعنى صح شاشه وحشه جدا قديمه جدا والريزولوشن بتاعها مش قوي تماما. هي نفس شاشه الايفون 6 والايفون 7، شاشه مش اولد، الاسود فيها هيبان ان هو وحش ومش باين قوي حلاوته. الشاشه هنا مش اقوى حاجه، الجيمز هتشتغل ولكن معينك مش هتنبسط قوي كده وانت تتفرج على الجيمز، اداء ممتاز بس الشاشه مش قوي. برضو هنا الحاجه الغريبه شويه ان هو مفيش كلام اتقال تماما تماما على البطاريه، فاللي هو انا مش عارف البطاريه قويه جدا واللي هو مش محتاجين نتكلم عليها، ولا هي نفس البطاريه الوحشه اللي كانت موجوده في الايفون 7 والايفون 6. بصوا يا جماعه انا مش بقول ان البطاريه الايفون 7 فعلا وحشه، بتكلم التطور اللي حصل في ال11 وال11 برو في البطاريه كان ممتاز. البطاريه هنا بتقعد 5 ساعات اكتر من التنس ماكس مثلا في 11 برو ماكس، فده بيخلي بطاريه التنس ماكس وحشه بالنسبه لل11 برو، فما بالك بقى انت بطاريه ايفون 6S او 7، فاللي هو انت بطارية فعلا مش هتكون قوية خالص كجيل 2020 من البطاريات. بس خلينا نقول حاجة، انت هنا بتشتري موبايل ب 6000 جنيه، انت لو جيت تبص على ارض الواقع ايه الموبايلات الموجودة ب 6000 جنيه دلوقتي، هو ايفون يا اما 7 مستعمل او ايفون 6S جديد. فانت هنا في الاس اي جديد بتاخد امكانيات احسن من الايفون 8 الجديد اللي متبرشم، انت بتاخد هنا في الاس اي امكانيات احسن وبسعر ارخص كتير. فانا مش شايف بصراحه عيب واحد موجود في الموبايل ده، ديزاين قديم جدا انا معاك مليون في الميه، ولكن موبايل بيقدم امكانيات في موبايلات كتير في السوق اندرويد مش اندرويد مش بتقدمها اصلا، زي الوايرلس شارجنج، زي الموبايل ضد المياه والاتربه، زي الكاميرا الممتازه اللي مش هتحصل عليها غير موبايلات ب 1100 دولار و1000 دولار. ده كان فيديو سريع جدا، كنت اتحمست ان اتكلم عن الايفون اس اي الجديد، واغلب الظن الموبايل ده مليون في الميه انا هشتريه واقول لكم رايي فيه بالتفصيل، عشان انا متاكد ان الموبايل ده لما تشتريه ممكن تلاحظ فيه بعض الحاجات كده اللي ابل كالعاده بتخبيها ومحدش بيعرف يلاقيها. فلو ان شاء الله هنشتري الموبايل ده وهنعمل عنه ريفيو تفصيلي، لكن هشترك في قناه فعل زر الجرس وتابعنا على الانستجرام، خلي لينك في وصف الفيديو. اشوفكم في الفيديو.